أخبار اليوم. مجدي محمود إبراهيم، أمين القاهرة حزب مستقبل الوطن. خطوات مستقبل الوطن في القاهرة بالذات، أنا اتوليت أمانة القاهرة من حوالي أكتر من شهر وشوية بس، في المرحلة اللي بعد فترة الانتخابات إن شاء الله بيحصل تجهيز من جديد لكل الأمانات في أقسام القاهرة وعددهم 43 اسم. خلصنا الحمد لله دلوقتي في ترتيبات من جديد في حوالي 20 قسم، وبنشتغل في 23 على مستوى الأربع مناطق الشرقية والغربية وشمال وجنوب. بإذن الله في خلال يمكن قبل احتفالات عيد القيامة للإخوة الأقباط حبايبنا وإخواتنا وأهلنا، إن شاء الله بنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، يمكن قبلها نعلن حفل تكشين لحزب مستقبل الوطن في القاهرة بأسلوبه القديم المحترم وبأسلوبه في تطوره الجديد. إن شاء الله هيكون لقاء مؤتمر فيه لا يقل عن حوالي 5000 فرد من القاهرة لبداية العمل الحزبي المفعل بشياخاته وبأقسامه على مستوى القاهرة. وبدعوكم وبدعو كل الصحفيين أو كل الإعلام يجي ينورونا ويشوفوا إن لا في شيء فعلا شباب كويس، تعال نسمع بعضنا عشان نقوم الأحزاب في مصر، وبالتالي الشباب كله يحس إن عنده مداخل أو عنده أماكن يبتدي يشارك منها وهي الأحزاب.